خلال الظرف اللي سقط في الأمطار يوم أمس كان فيه ربع ساعة إلى 20 دقيقة سقط 80 مليمتر تاع أمطار، خاصة بالجهة العلوية لمدينة قسنطينة اللي تفرمت من جبل الوحش حتى للزيادية، وين جبل الوحش معروف بعلو جباله، واللي جات المياه نسبة كبيرة من المياه اللي مشات في الواد، والواد ما قدرش يتحمل منسوب المياه الكبير، بالإضافة إلى تراكم بقايا مواد البناء اللي كانت في الواد، وبعض بقايا المخلفات تاع الفيضان، وهذه أدت كذلك إلى انسداد مجرى الواد، انسداد مجرى الواد، وما تسبب في هذا الفيضان اللي خرج في تراكم 27.